أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ومقال للكاتب إبراهيم المحجوب حول الفساد في العراق يقول فيه: نتحدث اليوم عن ما يدور في العراق من صفات بعض الأشخاص الذين استطاعوا الوصول إلى السلطة وبيت المال وقيامه بسرقات علنية وبدون رادع أو خوف من الخالق والمخلوق، وأصبحوا يتباهون بها ويعتبرونها من الأمور الصحيحة لأن الغاية منها تأمين مستقبل عوائلهم كما يقولون، دون التفكير بالعواقب والتبعات التي سوف تلحقهم سواء كانت من غضب الرب عليهم أو العقوبة البشرية التي وضعها الإنسان على نفسه والتي تقع من ضمن القوانين الوضعية. يضيف الكاتب: لقد استطاع هؤلاء سرقة مبالغ قسم منها في أرصدتهم تم توديعه وأرصدة عوائلهم أيضا في البنوك وأملاك خاصة تقدر أقوامها بالمليارات من الدولارات، وما يزالون يبحثون عن المزيد. تابع: إننا نعيش اليوم في العراق الذي تحول من بلد البترول والنفط إلى بلد السرقات واللفط كما يقال في المصطلح العامي، وأصبح الجميع من الذين وصلوا إلى سدة الحكم يعتبرون أن المال العام هو سهل السرقة وبطرقهم الخاصة، سواء عن طريق تكريم بعضهم البعض أو عن طريق كومنشنات وعمولات تجارية مقابل إحالة العقد الفلاني إلى الشركة الفلانية أو استحصال الموافقة لإنشاء مشروع لأي مواطن أو حتى تعيين وظيفي مقابل ثمن معين. وبما أننا اليوم في بلد المليون مسؤول منذ أحداث 2003 لحد الآن، فنجد أن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء المسؤولين بحد ذاتها هي أعباء كبيرة على خزينة الدولة، فكيف بهم إذا أضافوا مبالغ أخرى بحجج كاذبة اسمها الحقيقي سرقات المال العام؟ وإلى موقع صوت العراق ونقرأ مقالا للكاتب محمد حسن الساعدي يقول فيه: بعد مرور نحو 20 عاما على اجتياح الولايات المتحدة الأمريكية العراق، هناك إجماع على أن الحرب كانت خطأ فادحا. ما يعزز هذه القناعة هو حالة الفوضى التي سادت عملية إعادة بناء العملية السياسية في البلاد، وما شاب من عمليات الفساد الكبيرة التي رافقت عمليات الإعمار، سواء تلك التي كانت تحت رعاية الحاكم المدني بول بريمر أو التي كانت سبباً في بقاء عمليات الفساد المنظمة التي رافقت تشكيل الحكومات المتعاقبة وما رافقها من قوانين واجتهادات لبريمر، والتي كانت من أهم أسباب بقاء عمليات السرقة المنظمة وهب المال العام من كبار الساسة الذين تربعوا على قيادة العراق وهم ينهبون المال العام، حتى وصل الحال إلى أن أغلب البنوك الإقليمية والدولية تعمل بالأموال العراقية المهربة إليها. نتابع: الأمر الأكثر دهشة، وعلى الرغم من قناعة واشنطن أن العراق أصبح تابعا لطهران ويعمل تحت رايتها وقراراتها، وخصوصا بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 بأمر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولكن في نفس الوقت لم نرى أو نلمس هذا النفوذ في مراحل تشكيل أي حكومة، بل أن هناك دعماً ملموساً في أي حكومة تتشكل. يبقى الخطر الأكبر والأبرز الذي يهدد الدولة العراقية هو الفساد المستشر الذي بدأ يضرب أركان الدولة المهمة ويصل إلى القيادات السياسية، والذي يعد أحد الموروثات السلبية للتدخل الأمريكي في العراق، وساعد في تكوين طبقة من المليارديرية فيه، فتوفرت بيئة للفاسدين من سرقة المال والتلاعب به، حتى وصل الحال إلى اختلاس 2.5 مليار في صفقة وصفت بأنها الأقوى والأكثر فساداً في القرن الحالي. نشر موقع The Intercept مقالاً أعده كين
كيب ستين قال فيه إن البنتاغون جهز خططا طارئة للحرب مع إيران، وذلك حسب وثائق سرية من الميزانية السنوية للبنتاغون تتحدث عن خطط طارئة وبرامج خاصة اطلع عليها الموقع. وأوضح المقال أن الخطط حصلت على تمويل عامي 2018 و2019 وحملت اسما سريا وهو دعم الخفير، وهي خطة طارئة واسعة للحرب طورتها البنتاغون تحسبا لأزمة طارئة. ولم يكشف المقال أو كاتب المقال عن تفاصيل خطة دعم الخفير، ولا يعرف حجم ما أنفقته البنتاغون على الخطة خلال السنوات الماضية. وعندما سئل عن البرنامج وإن كان لا يزال قائما. برنامج دعم الغفير يعتبر واحدا من برامج الدعم المتزايدة التي تقدمها أمريكا لموقف إسرائيل المتشدد من إيران. البنتاغون قامت بضم إسرائيل بطريقة سرية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وجعلتها بشكل رسمي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، كما تعاونت الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة بعدد من المناورات العسكرية، والتي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها مصممة لفحص هجوم عسكري محتمل ضد إيران. وقالت داكوتا وود الباحثة الرسمية في برامج الدفاع بمؤسسة التراث إن الخطط الطارئة هي تصور عام ومفهوم طموح لخطة تحرك ضد عدو. وتقترح خطة دعم الغفير هذه أن الولايات المتحدة تتعامل مع الخطر النابع من إيران بشكل جديد يدعو لبناء خطة، ومجرد وجود خطة فإنها تقود لتداعيات مثل المناورات العسكرية. قالت رئيسة قسم دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أمريكي إنتربرايز إن النظام الإيراني يبحث عن رصاصة سحرية من أجل إسكات الجمهور المضطرب. في المقابل فشل الشعب الإيراني بالقدر نفسه في العثور على الطريقة السحرية نفسها من أجل الإطاحة بالنظام. وقالت في مقال بمجلة فورين بوليسي إن الرصاصة قد تكون موجودة وهي الفساد، لكنها تفتقر إلى قوة غريبة ومسؤولية لضغط الزناد. ولفتت أيضا إلى أن منظمة متحدون ضد إيران النووية المناهضة للنظام استعرضت بجدول زمني السرقات الرسمية، وتوضح بالتفصيل مليارات الدولارات المسروقة داخل وزارة النفط الإيرانية والمليارات التي اختلست من البنوك الحكومية. نتابع. بعيداً عن تحميل الولايات المتحدة أو العقوبات الدولية المسؤولية عن صراعهم، أوضح الإيرانيون أنهم يلومون حكومتهم لو عرفوا في الوقت الحقيقي وليس بعد الحقيقة على غرار القذافي ومبارك مقدار الأموال التي سرقها زعيمهم الأعلى وأعوانه. كما حذر جروبي يمكن أن يقلب الميزان ويقلب في النهاية ما تبقى من أنصار للنظام في قوات الأمن والجمهور ضدهم. كيف يمكن حصول هذا؟ اتهم مسؤولو إدارة ترامب خامنئي بجمع ثروة تقدر بحوالي 200 مليار دولار، لكن هذا هو مدى صفعات الحكومة الأمريكية للمرشد الأعلى. بقدر ما بدأت إدارة ترامب في تفصيل ثروة خامنئي الشخصية، يمكن للحكومات الأمريكية والأوروبية أن تبدأ في كشف شبكة الأصول المخفية التي يملكها المرشد الأعلى وعائلته، والتصرف بناء على المعلومات إذا كان من الممكن تجميد أصول أعداء الولايات المتحدة الفاسدين في حالة الإطاحة بهم أو الحرب. فلماذا لا نقوم بذلك بشكل استباقي؟ يقول الكاتب غازي دحمان في مقال نشره موقع عربي 21، تؤشر مسارعة الأنظمة العربية للانفتاح على نظام الأسد بعد وقوع كارثة الزلزال إلى اعتبار هذه الأنظمة أنها أمام فرصة لتصحيح ما اعتبرته انحرافا لمجريات التاريخ السياسي في المنطقة. أنتجه حراك الشعوب العربية في مرحلة الربيع العربي، وأنه آن الأوان لتجاوز هذه المرحلة الثقيلة وإعادة التاريخ إلى مساره، حيث لا تنغص هناء النخب الحاكمة ثورات ولا مطالب
ولا حقوق. يضيف الكاتب ما يثبت هذه النظرية أن استجابة الأنظمة العربية لتداعيات الزلزال لم يكن الهدف منها مساعدة الشعب السوري، بل مساعدة بشار الأسد بوصفه لاعبا أساسيا في المنظومة السياسية العربية وأحد مكوناتها. ووفرت كارثة الزلزال الذريعة التي من خلالها تتم تغذية نظام الأسد بمقومات الحياة وإعادة بعث الروح فيها. تابع. طالما أن الانفتاح على نظام الأسد ودعمه لن يؤدي إلى موت حركات الشعوب العربية، سواء كان اسمها الربيع العربي أو أي مسمى آخر، ما دامت الأنظمة التي تحكم الشعوب العربية أنظمة فاسدة وقمعية، كما أن هذا الانفتاح لن يحل أزمة السوريين ولن ينتج حلا سياسيا، وما لم تتم مواجهة إيران وهزيمتها فليس ثمة ما يمنعها عن محق السوريين والتنكيل بهم وتهجيرهم من أرضهم. والواقع أن النظام السوري لم يستهلك فقط 3/4 عمر الدولة السورية بالتنكيل بالسوريين، بل ويكاد يستنزف طاقات العرب في صراعات ومهاترات لا يستفيد منها سوى خصومهم، في حين أثبتت التجارب أن هذا النظام يصبح وديعاً وأنيساً عند هز العصا. وكلنا يذكر جيداً انصياعه في تسعينيات القرن الماضي لتركيا بعد تصويب أول مدفع دبابة باتجاهه، كما أن إسرائيل تضربه ليل نهار ولا ينقصه سوى شكرها والتسبيح بحمدها لأنها تتركه على قيد الحياة. فلماذا لا يجرب العرب هذا الطريق؟ علهم ينتهون من هذا الوجع إلى الأبد. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نتابع الآن سويا المشاهدين الكرام الرسوم الكاريكاتورية. التقطت كاميرا طائرة مسيرة درون مقاطع للصدع في قرية قرغوز عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير شباط الماضي. يبلغ عمق الصدع 15 مترا وعرضه 50 مترا، كما عثر على صدوع مشابهة في مزرعة مشمش وجبل بقضاء داريندا التابع لولاية ملاطية. عربة بحمار السبيل الوحيدة لبعض أطفال غزة للذهاب إلى المدرسة في شوارع غزة المزدحمة والمليئة بالحفر والملوثة. في كثير من الأحيان يصعب السير خاصة بالنسبة للأطفال الذين يحاولون الوصول إلى مدارسهم.
بالنسبة للذين يعيشون في أماكن بعيدة أو الصغار الذين لا يستطيعون القيام بالرحلة سيرا على الأقدام أو الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة توصيل أطفالهم بحافلات مدرسية، فإن لؤي أبو سحلول لديه بديل محل ثقة وإن كان بطيئا، عربته التي يجرها حمار. ويسافر الفلسطيني البالغ من العمر 33 عاما 3 مرات كل صباح لاستدعاء ركابه، ومعظمهم من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، من منازلهم في مخيم خان يونس للاجئين ليقل أحيانا ما يصل إلى 15 راكبا. ويقول إن قيادة عربة بحمار هي العمل الوحيد المتاح أمامه، لأنه يعاني من خلل عصبي، ورغم أنه يحقق مكاسب ضعيفة يرى أبو سحلول في عمله خدمة اجتماعية. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.